ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ المزيد من الحضور المصري في افريقيا والمزيد من الحضور الافريقي في مصر. قارة واحدة تتكون من 54 دولة، كان لازم من زمان جدا يحصل ما بينهم تكامل على كل المستويات، سياسة واقتصاد ودفاع إلخ إلخ إلخ. مهم جدا اللي اتعمل في مصر خلال السنين الأخيرة من عودة مصر إلى الحاضنة الإفريقية، والعكس دائما صحيح. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل بالفعل لكينيا، ليه؟ علشان يحضر قمة إفريقيا للمناخ واللي بتستضيفها كينيا على مدار يومين 5 و6 سبتمبر الجاري الحالي اللي احنا موجودين فيه. طيب ايه الاجتماع ده؟ الاجتماع ده بيحمل او هذه القمة تحمل عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول لتمويل المناخ لإفريقيا والعالم. بيحضر مجموعة من رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، رؤساء المنظمات الدولية. مصر كان عندها رؤية شديدة الوضوح متعلقة بهذه الأمور في إفريقيا، يمكن كانت كلمة مصر بل والتفاعل اللي عملته مصر سواء في كوب 27 في شرم الشيخ أو فيما بعد على المستوى الدولي كان داعما دائما لإيجاد هذه الحلول والتمويلات لإفريقيا حتى تصبح القارة الإفريقية قارة خضراء على مستوى الطاقة والصناعة. معانا على التليفون دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة وأمين جي إي إف العالمي، الاتحاد العام لخبراء البيئة العرب. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور مجدي، عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب أهمية هذا أو هذه القمة من ناحية، و استطلاعك أو استشرافك أو توقعاتك إلى هل سوف ينظر العالم لإفريقيا بجدية في مسألة الدعم لإفريقيا وتمويل مشروعات خضراء في إفريقيا، ولا سوف يقف كما جرت العادة يعني يقدم خطوة ويأخر خطوتين؟ والله أنا عايز أبتدي كمان أساسا بأنه يعني عودة مصر لإفريقيا حدث جل طبعا، وعودة مصر لإفريقيا عودة لجذور مصر منذ جمال عبد الناصر. عظيم. ولعلنا نتذكر جميعا انه من ايام الرئيس عبد الناصر بدأ يطرق ابواب الدول الافريقية واحدة من تلو الاخرى. صحيح. والرئيس السيسي الحقيقة يعيد مرة اخرى العلاقات المصرية الافريقية كلها كاملة حتى في جولاته وزياراته، ولا يتحدث في حديث الا عن افريقيا بداية ثم يتحدث عن مصر. وبالتالي نحن أمام تطور كبير جدا في العلاقات المصرية الأفريقية، يعيد أفريقيا إلى مصر ويعيد مصر إلى أفريقيا. الجزء المهم في هذا الموضوع أنه العالم أصبح عالم واحد، ما بقاش في حاجة اسمها دولة تعمل كل حاجة لوحدها. أفريقيا بالنسبة لمصر هي مصادر ومنابع نهر النيل، وأفريقيا بالنسبة لمصر هي كنوز مدفونة تحت الطبقات الجيولوجية تتحول إلى ذهب. يمكن فرنسا، وده يفسر لنا اللي حصل يعني الخلافات الأخيرة، لأنه 3-4 معادن نادرة لا تتواجد إلا في أفريقيا، نادرة طبعا من ضمنهم اليورانيوم. والجزء ده بيخلي الأفريقيا وزن ثقيل دلوقتي في الاقتصاد العالمي. أفريقيا الآن على وشك إعلان منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإنها يعني تخرج من الإطار النظري إلى التعاون بين حكومات شمال أفريقيا وجنوبها في رفع مستويات تحفيز التجارة والاستثمار. أفريقيا الآن في هذا الإطار اللي بيروح فيه رئيس وزراء مصر ومعاه وفد كبير جدا ويتحدثوا باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأمن الغذائي لأفريقيا. إزاي دولة زي دي ما يتحققش الأمن الغذائي؟ وده على فكرة عنوان مهم جدا جدا، أن أفريقيا من الممكن أن تتحول إلى سلة الغذاء لتنافس بها أوكرانيا وغيرها من الدول في شمال البحر المتوسط. أيضا أنه مثلث الطاقة والمياه والغذاء اللي احنا بنسميه نكسس، هذا المثلث هو مثلث التطور العالمي، يحقق الآن في أفريقيا بداية استراتيجية لإدارة المياه تستفيد الدول الأفريقية ولا تتنافس ولا تتعارض. وبالتالي أعلن الدول شمال أفريقيا كمرحلة أولى بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية على اعتبار النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر
يحقق زيادة 4.6 عام 2023. يعني احنا بنتكلم على حدث الواقع، ويوصل من 4.6 يزيد كمان 4.8 في العام اللي بعده عام 2024. اذا نحن امام تطور حقيقي في الاقتصاد الافريقي والنمو الاخضر بعيدا عن التلوث. يجي للطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والاصلاح الاراضي ومشروعات التنمية الخضراء والتعاون بين مصر وما بين الدول القارة الافريقية بما فيها السد الذي ساهمت مصر في انشائه تنزل. وحول المنطقة حوله الى منطقة زاهرة بالامن الغذائي بعد ان كانت يعني تبحث عن يعني مصادر غذائية ولا تجدها، ولكن انشاء هذا السد بمعونة مصرية ودعم فني مصري وشركات وطنية مصرية جعل لهذا المجال اضافة جديدة لافريقيا. بقينا في الموازنة الإقليمية اللي موجودة في شمال أفريقيا لوحدها 6.9 في عام 2024، ومع ذلك يظل الوقود والبترول يشكل عبئا على بعض الدول الأفريقية. من هنا كانت مصر سباقة في الطاقة الشمسية، وكانت مصر سباقة في طاقة الرياح، وكانت مصر سباقة في طاقة البيوماس، وكانت مصر سباقة في الهيدروجين الأخضر، لكنها لم تنفرد به وحده، كانت دائما وما زالت حتى هذه اللحظة تعلن عن تنسيقها مع الدول الأفريقية في المسألات الخمس. وبدأ هذا الموضوع في قطاع الزراعة في أكثر من 12 موقع لمزارع مصرية تقدم خدمات إنتاج زراعي وتقدم أيضا تربية زراعية للفلاح الأفريقي إزاي يطور من أرضه الزراعية. الحقيقة أقدر أقول أن مبادرات الرئيس السيسي سواء في قطاع الزراعة أو في قطاع الطاقة أو في قطاع المياه أو حتى في الصادرات والواردات يضع أفريقيا في اهتمامه الأول في هذا الموضوع. طب هنا يجي سؤال يا دكتور مجدي، يجي سؤال، إحنا عندنا استراتيجية إفريقية واضحة لأنه إفريقيا تتحول إلى زي ما حضرتك قلت كده سلة للغذاء وقلعة صناعية معتبرة دوليا، أنا عندي مواد خام، عندي موارد بشرية، عندي قدرات في أكتر من دولة إفريقية على إنتاج الطاقة، وعندي قدرات تكنولوجية وكوادر بشرية وعقلية قادرة على النهوض بإفريقيا، ومفترض أن إفريقيا دي تبقى واحدة من أهم الاقتصادات اللي في العالم. عندي استراتيجية واضحة لده ولا لسه؟ ما اقدرش اقول انها يعني كاستراتيجيه موجود، لكن كخطه تفصيليه تحتاج الى تطوير. انا عايز الفت النظر لكل يعني اخواني والمسؤولين عن هيئات الاقتصاد وهيئات الواردات والصادرات، شوفوا حجم المصريين اللي بيفتحوا اسواق في افريقيا، حاجه تشرف، حاجه تشرف. مفيش معلش محدش يزعل مني من اخواتنا الاعلاميين، مفيش إعلام مصري سلط الضوء على حجم المصريين الذين يصنعون مشروعات وينتجون غذاء وينتجون صناعة في أكثر من 12 دولة أفريقية. لا يبقى كده بقى نسافر ونشوف المشروعات دي ونصور ونعرض. غير عادي، الناس هناك موجودة في جميع الدول الأفريقية، حتى الدول في سيراليون وموزمبيق اللي يعني ما نقولش إن إحنا رجلينا واخدة عليهم. الولاد المصريين الشطار اللي طالعين بمنتجات مصر بيبيعوا هناك كويس جدا وبيكسبوا كويس، ساعات بينافسنا اخواننا اللبنانيين وده حقهم، لكن بقى دلوقتي في الشارع الافريقي في بيع مصري وفي صادرات مصريه من كل الانواع، من الاقمشه ومن البلاستيكات ومن غانا، غانا مليانه. نعرف ناس في غانا كتير يعني شغالة هناك فعلا، غانا بالتحديد نعرف فيها ناس كتير فعلا شغالة هناك وبتجيب منتجات مصرية وبتنزلها في السوق الغاني ومبسوطين جدا بالعمل هناك يعني. طيب أنا بشكرك مرة تانية دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة وأمين عام الاتحاد أو الاتحاد العالمي للخبراء البيئة العرب. ألف ألف شكر مرة تانية دكتور مجدي.